نحن الأطر العليا المعطلة على أزيد مرسين على أزيد من 5 سنوات ونحن نناضل بالرباط. قدمنا للجنة الوزارية جديدة العهد التي تم تفعيلها في سنة 2015 التي كان يرأسها المرحوم بها، قدمنا ملتمسات حوار على أساس حل إيجاد حل حوار جد ومسؤول لحل ملفنا المطلبي، ولكن ما لقينا حتى شي جواب ولا شي رد من شي جهة مسؤولة. الآن بن كيران استقبل الأطباء، استقبل النقابات، ولكن بالنسبة للأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط ما استقبلهمش. نحن من هذا المنبر هذا نؤكد عزمنا في استمرارية شوارع الرباط، ولن نتراجع عن ملفنا حتى تحقيقه بدون قيد أو شرط.